إبليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب لظهيرة اليوم أجواء صيفية بامتياز تكون مغشاة ثقل في حالة الطقس نحو سواحل الوسطى وكذلك الغربية. المناطق الداخلية ستشهد تشكل خلايا رعدية إذن احتمال لبعض الأمطار. قد تنتقل ليلا هذه الرعود نحو سواحل الوسطى وحتى الغربية. بالمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مغشاة بشمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي ورعدية بأقصى الجنوب لغاية الجنوب الشرقي، احتمال لبعض الأمطار نحو أقصى الجنوب. بعض الزوابع الرملية تبقى دائما محتملة نحو أغلب مناطق الجنوب الكبير، ستجعل الرؤية ضعيفة. الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم مرتفعة بالمناطق الداخلية مقاييس ما بين 36 إلى غاية 42 درجة، وهذا سيكون كعلى مقياس بتيزي وزو والبويرة. بسواحل ما بين 31 إلى 35 درجة، لكن نسبة الرطوبة العالية تعطينا الإحساس أكثر بالحرارة. المناطق الجنوبية ستشهد أجواء حارة تفوق 40 درجة على كل مناطق الجنوب الكبير، لتصل إلى 48 درجة تحت الظل بمنطقة تندوف وبني عباس. أما للملاحة أو درجات الحرارة الدنيا قبل ذلك خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 22 إلى 24 درجة بالسواحل، ترتفع بالمناطق الداخلية الشرقية 25 درجة بقسنطينة بباتنا خنشلة، 28 درجة بتيزي وزو وهذاك على مقياس، 26 درجة غربا بالبيض، نفس المقياس سيسجل جنوبا بثمن راست. عدا ذلك ستفوق 30 درجة بكل مناطق الجنوب الكبير لتصل إلى غاية 33 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. نعود إلى الملاحة والصيد البحري. نهار اليوم البحر سيكون قليل الاضطراب وهذا على كل السواحل. الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة، الراية ستكون برتقالية، الرياح تأتينا ضمن تيارات شرقية تماما. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وإلى اللقاء.